بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيكم حبايبي متابعيني، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. يا ريت يا جماعة اللي بيتفرج على القناة لأول مرة، إذا عجبكم الفيديو وعجبتكم القناة، الضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم كل جديد. ومتابعين مشتركيني، شكرا ليكم وربنا يخليكم ليا يا رب، ويعودوا علينا وعليكم يا رب خير، اللهم آمين. الحبايب اللي كانوا بيسألوني على كيفية تشغيل الكبة أو الفرامة أو قطعة البصل مولينكس، أنا كنت عملت ريفيو عنها قبل كده، شرحت مكوناتها وكده. دلوقتي بقى هعمل لكم شرح. أنا جبت البصل اللي هطبخ بيه، قطعته كده زي ما انتوا شايفين، يعني مكعبات كده صغيرة أو وسط، تمام. هبتدي بقى. انا طبعا قبل ما تشغليها بتغسليها كويس جدا من الميه بالصابون اللي هو المواعين بميه دافيه، يا الميه اصلا عموما كده كده دافيه ونازله من الحنفيه يعني. اوكي. طبعا وانت بتغسلي برضو السكينه دي ما تحطيش ايدك عليها لانها حاميه جدا. اوكي. هنبتدي بقى نحط ايه. بصي الدرق يا جماعه، بصوا عايزه اقول لكم حاجه برضو، معلومه ان اللي بص الماكسيمم بتاعها نص لتر، ما ينفعش تخطي المرحله بتاعت النص لتر دي. يعني لو عايزه تحطي كميه حطي الكميه اقصى حاجه النص لتر، ما تعديهاش، تمام، عشان الماكينه تشتغل معاكي او تشتغل معاكي كويس. اوكي. هنبتدي كده مع بعض. وخدوا بالكم يا جماعة طبعا دي ما بتتغسلش خالص، عشان دي القطعة اللي فيها الموتور ما تغسلهاش خالص، يعني عايزة تمسحيها، امسحيها كده خفيف خالص كده من بره بحتة فوطة، بس قطعة بتقطع فوطة كده تمسحيها، لكن تحت المية بتحطش لان فيها ايه الموتور. اوكي. بيتغسل بس الدورق والغطا بتاعه واللي هي الالات الحادة او السكينة بتاعته. اوكي. هنبتدي كده مع بعض نحط الدورق كده زي ما انتم شايفين. هنبتدي بقى نحط السكاكين بتاعته كده فيها. اهي والصوت تدخل في الحته اللي جوه دي اهي كده، خلاص. هنبتدي بقى ايه نحط البصل بتاعنا. طبعا ما تحطيش كميه كبيره. طبعا في ناس على فكره هي حلوه قوي بالنسبه للناس اللي هي بتحب البصل مش متقطع، بتحبه يعني مفروم او كده ما يبانش في الاكل. خلاص احط بقى الاول الغطا اهو اهو، بص لحد ما تسمعي التكه دي كده. اوكي. هنبتدي بقى نحط الموتور، القطعه اللي فيها الموتور، بصي نحطها عند الحته دي كده اهي، الحته اللي هي دي. اوكي. الزرار اللي هو بتاع القفل كده، ما تلفيهاش يعني، ما تلفيهاش، هي بتبقى كده بس، تمام. احط بقى الفيشه دي زرار، خلاص. هبتدي بقى ان انا اشغل، ادوس من هنا كده، هي مش 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 ضغطه زي ما انا قلت لكم، مش ضغطه، لا انت بتدوسي كده يعني بقوه شويه بقوه شويه هي تشتغل معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. بصوا بتفضلي بقى تشغلي، طبعا بتشغلي شويه حاجه بسيطه زي ما انا عملت كده، ويا دوبك تنتظري ثانيتين ثلاثه كده او 5 ثواني بالكثير قوي. بصوا اتفرم خالص اهو، لو عايزه تفرميه اكتر من كده اوكي، بس انا عايزه انا الـ 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 الحجم ده من البصل. خلاص هشيل كده الموتور على جنب، هبتدي بقى ايه اشيل الغطا بتاعها اهي، شايفين. عشان اجيب لكم معلقه، بصوا يا جماعه شيل بس السكينه الاول اهو، انا عايزه يعني حجم البصل بالطريقه دي، عايزه تفرمي اكتر من كده. هي على فكره ممكن تفرم اكتر من كده. المولينكس على فكره ماركه حلوه جدا، وبت بجد يعني هتستفادي منها كتير قوي اهي. انا عايزه حجم البصل ده.
الصينية. بصوا اهو اهو الحجم ده، تمام. هبتدي احط بقية الكمية. بصوا تاني، نحط السكينة في النص. ممكن بقى تقطعي اللحمة برضو بس مكعبات برضو صغيرة مش كبيرة، وتكون يعني اللحمة نص سوا، ما تكونش اللحمة نية، ما تكونش نية. اوكي اهي تمام. ابتدي بقى ان انا اشغل. بصوا شايفين ازاي انا بعمل تكة، بعد كده اقف حوالي يعني 5 ثواني مش كتير. وايه اهي، على فكرة تشغيل على تشغيل هتلاقيها بتبقى سلسة معاكي، وما بت في الاول بس يمكن بتبقى تقيلة شوية، لكن بعد كده بتبقى سلسة معاكي وسهلة قوي في اوكي اهي ماشي. ان شاء الله برضو نجرب مع بعض تقطيع اللحم. واللي في على فكرة عروض في باندا، في عروض في باندا للمولنكس، انا كنت جايباها من اكسترا، كنت بعمل اكسترا بس قبل الموضوع الحظر والكلام ده كله، ايام ما اكسترا كان عامل تخفيضات، كنت جايبها ب 139 ريال للناس اللي كانت بتسالني على السعر برضو. يا رب ان شاء الله اكون افدتكم في الفيديو ده. اوكي، وان شاء الله كده ربنا يتقبل صلاتنا وقيامنا وسجودنا، ويتقبل منا دعائنا في ازاله الغمه دي، القران والصلاه في بيوتكم، وربنا يا رب يحافظ عليكم جميعا. ولو خرجتوا وجبتوا مثلا مشتريات ولا حاجه، حافظوا على نفسكم طبعا وانتوا خارجين، وعلى قد ما تقدروا يا جماعه ما تخرجوش غير للضروره. كلنا طبعا دلوقتي بنخرج علشان نجيب مستلزماتنا وحاجات البيت وكده، بس طبعا على قد ما تقدروا خليكم في البيت. وفرصه بقى، فرصه بقى في رمضان، ادينا قاعدين اهو بقى، وفرصة يعني نتفرغ للعبادات والقرآن وربنا يا رب يعافينا جميعا ويحفظنا، اللهم امين. تمام، انا قلت بس اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ويجعل رمضان خير علينا جميعا يا رب. خلاص خدوا بالكم برضو لا يكون في اطفال ولا حاجة ما يجوش ناحية السكينة دي. انت بعد ما تغسليها بتقفليها خالص وبتركنيها في المطبخ عندك. وكمان بتقطع بقى بقدونس وممكن فاكهة، بس طبعا بتغسليها كويس قوي علشان لو بتفرمي بصل وتوم او كده ما تبقاش الريحة فيها. وبرضك الحتة اللي هي القطعة اللي فيها المطور ما تغسليهاش غير بفوطة، يعني تكون مبللة حاجة بسيطة جدا، وما تجيش ناحية اللي هي الحته بتاعت الموتور. وربنا يا رب يحافظ علينا. يا رب ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. وطبعا بعد ما تخلصوا بتغسلوها خالص كده من الحاجه اللي انتوا كنتوا حاطينها فيها. وما تتفرجوش على التلفزيون كتير بقى، يعني ده طبعا برنامج رامز بقى، رامز مجنون رسمي، والحاجات دي ما تخليهاش تاخدكم من قيام الليل والتراويح. واجعلوا من بيوتكم مساجد، اجعلوا من بيوتكم مساجد، وربنا يا رب يتقبل مننا جميعا. وان شاء الله كده ربنا يتقبل صلاتنا وقيامنا وسجودنا، ويتقبل منا دعائنا في ازاله الغمه دي. واللي في على فكره عروض في باندا، في عروض في باندا للمولنكس، انا كنت جايباها من اكسترا، كنت بعمل اكسترا بس قبل الموضوع الحظر والكلام ده كله، ايام ما اكسترا كان عامل تخفيضات، كنت جايبها ب 139 ريال للناس اللي كانت بتسالني على السعر برضو. يا رب ان شاء الله اكون افدتكم في الفيديو ده. سبسكرايب ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.